إذن هذا الجوار صار أحبابي يسرق أبناءنا ويملي عليهم أخلاقا عفنة. والألعاب الإلكترونية آيباد ومع ألعاب إلكترونية يدمر ويرمي قنابل وينسف جسور ويقتل ويسرق وطارده الشرطة في درايفر وفي المواقع اللعب، هو لعب لكنه يتعلم السرقة ويطعن فلان ويدمر فلان ويلحق فلان ويهرب من النظام ويكسر كلش. والآن فيه لعبة طايحين فيها حتى بعض الكبار، انزلوا في جزيرة ودمروا من عليها وارموا بسم الله الرحمن الرحيم عسى ما شر. ولذلك تجد بعض الأبناء فيه غباء، بعض الأبناء فيه غباء، اتكلمه ما يرد عليك، اتوصيه ما يجيب اللزوم، قم صل ما يصلي، اكل الغداء ما بي غداء، قم جيب لأمك الغرض ما يبي يقوم، رح توض ما يبي توضى. عيونهم غارت وأسمانهم تبدنت وأذهانهم قد بدا فيها الغباء. كثير من الآباء في المدارس يقول يا شيخ بدأ أبناؤنا وبعض الشباب كان ذكيا أولى وثاني وثالث، بعضهم مفهي فاتح عيونه وفاتح فمه من كثرة ما زلزلت هذه الألعاب الإلكترونية شبابه وطفولته، علمته الجريمة وعلمته الأنانية وعلمته حتى عدم الكلام. أتدرون أن الألعاب الإلكترونية أبناؤنا يشكلون فريقا؟ وين الفريق هذا منه اللي في الألعاب الإلكترونية في البلاي ستيشن وغيره؟ هذه المنتخبات اللي يجمعونها من الأرض كلها، يلعب معه واحد من القارة الفلانية والدولة الفلانية والفلانية، وكلهم لا يعرفهم، وبعضهم رجال كبار يرسلون الصور. إذن أيها الأحباب تجد أنه يشكل المنتخب، منتخب من وين؟ منتخب يجيبهم من شرق الأرض وغربه ثم يلعب معهم، ولا ندري ولدي منهم مختار ولا مع من يلعب. ثم يقول له أحد الفريق الذي لعب معه ارسل صورتك، ويرسل الطفل الصغير صورته، اخلع من اللباس كذا، ويتلفت ويقفل الغرفة ويخلع بعض لباسه، ثم بعد ذلك يستدره به، افعل كذا وإلا فضحتك في النت وفضحتك عند الناس كلهم. وبعض الأطفال جاه بعض الانطواء وشاه بعض الخوف والرعب من تهديد الذين يلعبون معهم. وبعضنا شارين هالأجهزة هدية ولده يوم نجح من رابع الخامس ولا من خامس السادس ولا من سادس لولا متوسط أو غيرها. هذه أيها الآباء إنها زلازل تزلزل التربية وتزلزل الحياة وتسبب العقوق. كم من أم خف الله، قم صل، اذهب إلى افتح الباب، حتى فتح الباب مهو باغي يفتح الباب، تعصى على أمه وتعصى على أبيه. بل إن هذه الألعاب علمت العدوانية، لو تجي أخيته الصغيرة وتأخذ الشريط دبغها عند السوني، ولو تأخذ الشاحن حق الآيباد جلدها جلدا مفرطا، وتجده لأحد يقرب لعبتي. وعندهم يعيش بعض الأطفال في عالم سرية. هل عند أطفالنا أسرار؟ أن وصلنا للثانوي ما عندنا أسرار، أطفال أعمارهم على 6 و7 و8 عنده أسرار، ولا يبي أحد يدري من يلعب معه ولا الألعاب التي عنده. وبعضنا يأخذ ولده ويوقفه عند محلات بيع الأجهزة أو الأشرطة، وينزل الطفل الصغير ويشتري الشريط، أبوه ما نزل معه ولا قال للبائع أريد لعب، ليس لا أريد إجرام. أقسم بالله إن معظم الأجهزة أن معظم الألعاب الإلكترونية تعلم الجريمة والرذيلة، تعلم الجريمة والرذيلة، وتهدم الحياة وتسبب العقوق وتجعل الإبن غائب عن الوعي، بل فيه بلاهة. وتعلم فيه كيف يقول أحدهم نزلت عند صيدلية أبي أشتري دواء، ولدي موجود في السيارة الصغير، لما رجعت واحد لبق جنبي وخلى سيارته شغالة، أبو 7 سنين يقول يا أبوي ترى مهم في السيارة أركب فيها وأنا بلحقك، وخلهم يطردوننا. وين يطردونك أنا أبوك؟ يبي يسرق السيارة. قال هكذا أنا، هذا اللي تعلمته في اللعب، كل ما وجدت سيارة مفتوحة أركب فيها وأهرب. من أين تعلم أبناؤنا هذا؟
إنه مما اشتريناه بأموالنا ووضعنا الثقة في يد أعدائنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.